لازم يكون في متابعه من جهات يعني متخصصه منها وزاره الثقافه اكيد طبعا اكيد التلفزيون في كثير جهات يعني متخصصه متابعه هاي الامور وتحطها تحت الامر الواقع ما تخليهم يشتغلوا على هيك يقولوا على روسهم هذا شيء غلط وفي شيء يعني مضر. مساكم سعيد متابعين برنامج سوشو، برحب فيكم بحلقة جديدة. حلقة اليوم هي إضاءة على شخصية فنية أردنية جمع ما بين العمل الوظيفي والدراسة الأكاديمية وتعلم التمثيل ونهل مبادئ وفنون الأداء والحركة. اتجه نحو فضاء الفن والتمثيل المفتوح وسط ظروف صعبة جداً ودافعية صادقة وسط هاي الظروف كاملة، وهذه الدافعية عنوانها الأول حب الفن والتعلق بعوالمه المدهشة. رحبوا معي بالفنان الأردني محمد سميرات، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك على ميتنا المتميزة هاجر، وشكرا إليك ولكادر العمل ببرنامج شو سو وعلى شبكة منصات. يعني أنا فخور أول شيء فيكم وبجهدكم وعملكم وبرنامجكم الجميل، أنا متابع يعني على المنصات وشي جميل. الحمد لله. كل التوفيق وكل النجاح إن شاء الله. الحمد لله. هاي يعني شيء بنفتخر فيه إنه نسمع منك هاي المعلومة إنه أنت بتتابعنا وأنت بتفتخر في برنامج سوشو، وهذا إحنا دائما نسعى نقدم الأفضل دائما للمشاهد طبعا واحترام عقل المشاهد. أكيد أكيد ما شاء الله عليكم، يعني أفكار جميلة ومتابعين الثقافة والفن أول بأول. أكيد. من مساحة الأراضي للفن شو صار؟ والله ما بعرف، هي قلبة نوعية صارت بالضبط. أنا كنت موظف بالأراضي، نعم، وتقاعدت ودرست الإخراج المسرحي بكلية الخوارزمي ودخلت الوسط الفني يعني عن هواية ودراسة الحمد لله. ولي عندك دافع صادق كان لحب التمثيل والفن. نعم، وخصوصا كانت أيام زمان مش مثل هلا، كان في ظروف كمان صعبة، مش أي حدا بيقدر يدخل هذا الوسط، كان في طبعا العيب ومش العيب من الأهل طبعا والعائلة. أكيد يعني تحديت كتير ظروف لتوصل وتثبت نفسك، وأصبح محمد أسميرات الفنان المتألق دائما بنشوفه بكل الأعمال الدرامية والمسرح، ورح نحكي هلا. يسلم ايديك ويخليك يا رب. إيه شوفي، فعلا هو زماننا كان شوي صعب، يعني كانت ظروف منها سياسية ومنها اجتماعية زي ما تفضلتي، بس احنا زي ما قلت تحدينا الصخر ونحتنا بالصخر ومشينا بالوسط الفني وصورنا بمناطق المملكة بعدة مناطق طبعا، منها البدوي منها القروي. صحيح. والحمد لله يعني نقولها من جد جد ومن سارة للدرب وصل، يعني اجتهدنا وتعبنا حتى وصلنا لهذه المرحلة وقدمنا أعمال، يعني إن شاء الله أتمنى تكون إنه لاقت إرضاء. يعني أنا بتشرف كمان إنه جمعني عمل أنا وأنت. نعم. يعني مسلسل بدوي اجتمعت فيه أنا وياك اللي هو سيطة وصنهيت عين تقاوي. بالضبط. ويعني نصحتني بشغلات كتير، هاي شهادة أنا بحكيها قدام المتابعين، كان لك دور بمساعدتي بكتير أمور، كنت تتابع معي أول بأول. نعم. نقرأ النص مع بعض. نعم. يعني كوني أنا مش ممثلة يعني مش مهنتي ممثلة، هي إعلامية أكتر. نعم. لكن أنا بشكرك يعني صدقاً على يعني الدافع اللي بتعطيه حتى للشباب أثناء التمثيل. أحياناً المخرج ما بيساعد، طبعاً هاي مش بعمم أنا بحكي، أحياناً المخرج ما بيساعد الممثل إنه يكون أو يصير، فبتلاقي الممثلين بين بعض عم يعطوا خبرة والأقدر طبعاً. في تعاون بين الممثلين، في يعني شوفي يعني أنت أول شيء فنانة
صادقة بشغلك الحمد لله، وإحنا من خلال المسلسل زي ما تفضلتي أنا كنت متابعك وكان عندك حب وشغف إنك تأدي دورك بطريقة سليمة وصحيحة. فمن هذا الواقع حبيت إن أكون أساعدك وأساعد أي زميلة أو أي زميل بالخبرة، وخاصة اللهجة البدوية كانت هي شوي صعبة، وأنتم بالنسبة لكم احنا شباب اليوم جيل اليوم لا هي صدقا صعبة اللهجة البدوية. يعني احيانا في كلمات، طبعا مع احترامنا للهجة البدوية أكيد طبعا. لكن في كلمات مثل ما تفضلت احنا كهذا الجيل مش كتير بنفهمها، بدك تفهمها يعني عربي عربي بعديها تحكي. شوف هي اللهجة البدوية يعني طبعا هي لهجات يعني من عدة مناطق، يعني تختلف من منطقة لمنطقة، لكن هي بالاخير بتظل لهجة بدوية عامة معروفة للجميع. لكن احنا لما كنا بالمسلسل صيدة وصنيطة هو كان طبعا انتاج الكويت، مظبوط، وفي كان عندنا كلمات بدويه لازم يعني نوصلها بطريقه سلسه وسهله للمشاهد الكويتي، والمشاهد الاردني طبعا اكيد حيعرف لهجتنا ولغتنا بالمسلسل البدوي طبعا. طيب شو التحديات اللي واجهتها خلال مسيرتك الفنيه؟ وهي تحديات كبيره مش تحديات عاديه، وخصوصا في مجال الدراما. شوفي ستي، يعني هو الفن بشكل عام طريق صعب اكيد، والفن مش سهل. يعني أنا حسب معلوماتي يعني هي بجوز مصنفة شيء درجة عالية مهنة الفن، من الدرجات العالية بالتصنيف قد ما هي صعبة. صحيح. يعني شوف هي ظروف الإنتاج بشكل عام بالوسط الفني، يعني كمان في شوية تقصير. من أي ناحية؟ يعني من ناحية ما في عندنا شركات الإنتاج الرئيسية دائما مستمرة بالعمل بالمسلسلات. يعني إحنا بنشتغل قبل رمضان مسلسل أو مسلسل. مواسم. بالضبط، عن مواسم مسلسل او مسلسلين او ثلاثه بالكثير، وبعدها انت بتريح. احنا لما نريح بعدها بنريح كلنا مع بعض. اكيد طبعا، عشان هيك هذا المجال انه لازم بده دائما ريفريش اول باول، ويكون فعلا داعمين. بجوز كان في لنا حلقه مع المخرج الرائع طبعا بسام المصري، وجه التحيه بحيي اكيد، وحضرتك يعني مشارك بعده مسلسلات معه واعمال ضخمه واسماء معروفه، ومن ضمنهم اخر مسلسل هو متم لسه ما عرض على اي شاشه، واحتفظ السيد بسام المصري انه ما يقول شو الاسباب لحد ما ينعرض. بالضبط، هو اخر عمل اشتغلناه هو مسلسل العيدروس. نعم. من انتاج المركز العربي، صورناه تقريبا يعني انهينا قبل رمضان، وعلى اساس انه ينبث برمضان او بعد رمضان، يعني ما كان محدد، لكن العمل يعني كان عمل مميز، واجتهاد المخرج زميلنا بسام المصري العمل كثير جميل ان شاء الله، ويلاقي احسان عند المشاهد، ويعني نتمنى انه ينعرض باسرع وقت حتى نشوف جهدنا وتعبنا. يعني العمل كان كثير في جهد وفي عمل وفي شغل. اكيد ان شاء الله يا رب، احنا بانتظار هذا العمل. اكيد. بدي هيك تحكي لي عن كان دور مثلا علم بحياتك لليوم، من بدايتك لليوم، الا في دور بيعمل نقله نوعيه للفنان أو بيعلم بحياته بيبقى متذكره طول الحياة، شو هالموقف كان؟ يعني هي شوف الأعمال كثيرة والأدوار كثيرة، يعني في كذا دور وفي كذا عمل، يعني وكل دور له ميزيته وخاصته. أكيد شخصيته بتقمص هاي الشخصية وتطلع من شخصية يعني لشخصية. أول شيء أنا بقى أودي تحية خاصة لصديقنا وأخونا والله شفيق الأستاذ ربيع شهاب. أكيد طبعاً. يعني أنا شفيق من خلال منصات كمان، يعني أنا بدعي له كمان. الله يخليك. يعني اشتغلت مع عدة أعمال مسلسلات كوميدية وفي حلقات. عليوة وأيام عليوة وموزة وألماظة. موزة وألماظة بالضبط. يعني هاي الأعمال كانت في التسعينات تقريبا، ويعني وكانت مشاهدة ولغاية الآن تشاهد ومقبولة للمشاهد، ويعني بشغف الناس بتحضرها، وقد ما تنعاد الناس بتحضرها. يعني هاي الأعمال الكوميدية أنا عامل فيها أدوار كثير حلوة ومحببة لي، يعني لأنه فيها حلقات كوميدية هيك بطريقة بسيطة وسلسة وسهلة. طريقة سلسة وسهلة وعلمت. بالضبط بالضبط. علمت يعني بطريقة مش معقولة لليوم. بالضبط، لأنه كان في انتماء وفي حب وكنا هيك متعاونين، وكانت الظروف أسهل بكثير بالأيام هاي. صحيح. يعني عمل أنا بتذكره من عمل في حلقة اسمها حلقة البطيخ مع عليوة. يعني حلقات لحد الآن على التلفزيون على اليوتيوب تشاهد، ولسه العالم بتشوفها والمشاهدين بيشوفوها وبنبسطوا عليها.
حلو، اكيد رح نعرض شوي منها خلال وكمان الاستاذ حسين طوشيات العم غافل بوجه له تحيه برضه، اشتغلت مع اعمال كوميديه صحيح. مسلسلات، وكنت انا معاه بالمدير الانتاج وبالتمثيل، فعملنا كذا عمل يعني احنا رح نحكي عن باقي الاعمال ورح نحكي عن شو عندك هلا كمان بالضبط. بس بعد الفاصل رح نكون معكم متابعينا بفاصل وراجعين. رجعنا معكم متابعينا الكرام، واكيد مكملين حلقتنا مع الفنان الرائع الاردني محمد سميرات، واحنا برجع بكرر يعني لنا الشرف بوجودك معنا بهالحلقه من برنامج سوشو. تسلمي، الله يسعدك. وكنا نحكي قبل الفاصل عن الدراما، هلا بدنا ننتقل من الدراما للمهرجانات خصوصا، ويعطيك مليون الف عافيه. انت قدرت مهرجانات ضخمه دوليه عربيه محليه، مشاركات يعني اذا بدنا نقعد نحكيها بالحلقه ما بنكفي حقك بصراحه بهاي بدورك كمان بهاي المهرجانات. تسلمي. يعني نشوف انا من الناس اللي بلوز من اقدم الناس بالمشاركه بالمهرجانات المحليه والعربيه، يعني دائما بكون متواجد بالاداره مدير موقع مسارح مدير العلاقات ومجتهد في المهرجانات. لا هذا شيء معروف عنك انك مجتهد. الله يخليك. يعني انا عندي انا ان شاء الله قريبا مهرجان جرش مدير المسرح. طبعا احنا ما رح نقدر نحكي كثير عن مهرجان جرش لانه في له مؤتمر صحفي مؤتمر. ان شاء الله بنغطي كبرنامج سوشيال. اكيد انا بحكي بس بحكي كوظيفتي انا انه مشارك في المهرجان. وقبل ايام قليله انهينا مهرجان المسرح الحر الدولي صحيح 18. انا برضو كنت في مدير موقع المسارح بمشاركة عربية ودولية، تابعته أنا المسرح الحر وكل سنة عم تجيبه يعني فنانين وأسماء معروفة جداً بالزبط. كمان هو عايني فريق المسرح الحر مجتهد يعني بإدارته وبقدم أعمال متميزة للجمهور، ضيوف بيجونا يعني كمان من الضيوف اللي احنا بنحبهم الشعب الأردني بيحبهم. وعندي ايضا مهرجانات قريبا ان شاء الله في الزرقاء، خلينا نحكي عنهم. يعني عندي مهرجان السيف الزرقاء المسرحي ان شاء الله احنا هذا حيكون بشهر 8 وقبله في مهرجان المنى الدراما ايضا برضو لوزارة الثقافة برضو متواجد فيه كإدارة. وحاليا بجهز لعمل مسرحي لي. بدك تحكي لنا عنه. يعني عندي عمل مسرحي اسمه بهلول ابو خليل. البهلول ابو خليل هو عمل عائلي وطفل يعني مشاركة معي ممثلين من زملائي الفنانين والفنانات. إن شاء الله بنشارك فيه في عدة مهرجانات وصيف عمان صيف الأردن ومهرجان جراش إلى المدارس، وكمان ممكن إن شاء الله في السنة الجاية حنقدمه. ويعني إن شاء الله إنه نقدم إشي يليق بذوق المشاهد. هي هاي اللي بدي أحكي عنها أنا هلأ بطل حتى الطفل أستاذ محمد بطل مثل الأول، صار هلأ العقل الطفل مع التفتح الحياة والتكنولوجيا صار بيفهم ويوعى، فصار صعب انك تعطي اي وجبة يحضرها او يتابعها وانه نستخف بعقل الطفل. بالضبط. كيف عم تشتغلوا على هاي الناحية حتى تقدموا للطفل وللعائلة بنفس الوقت خلينا نقول نصيحة نصيحة. بالضبط. يعني انا العمل الاخير اللي بشتغله حاليا بهلول ابو خليل البهلول هو زي ما تفضلت بحكي عن التكنولوجيا. حلو. بحكي عن يعني تكنولوجيا. انا ما بعرف عن العمل بس انا بحكي لي فكرته بشكل مختصر. هو بحكي عن التكنولوجيا وخاصه العاب التليفون ومنها الببجي وببجي وهي الالعاب. فعندك يعني حتى وصلت الدرجه انه صار الكبار الاهل منهم انه بمسك التليفون على الببجي ويلعب وبترك اولاده بيصيروا بحاله ثانيه
بالمجتمع. هذا عمل جدا مهم على فكرة بالزبط. أستاذ محمد، لأنه إحنا حتى من خلال برنامج سوشو عملنا حلقات وبعدة منصات على شبكة منصات، عملنا حلقات يعني جدا مهمة عن موضوع الإنترنت والتلفون بالزبط. والأطفال والانقسامات اللي بتصير داخل الأسرة بالزبط. وهذا عمل يعني يعني هو يعني عمل إحنا بنحب نتابع الله يرضى عليك، وإن شاء الله بس يعني يطلع على المسرح بدعوكم إن شاء الله تشاهدوا العمل الكثير، في فكرة مميزة وفكرة يعني مقولة توصل للأهل وللطفل إنه كيف يتعامل مع الألعاب الإلكترونية في الأجهزة والسوشيال ميديا، وبالأخير أنا عامله بطريقة كوميدية مع أغاني حلو أكيد طبعا حتى توصل الفكرة، حتى توصل الفكرة للطفل، وحتى يعني حتى الأب كمان يدارك إنه ينتبه لأولاده ينتبه لبيته، لأنه لما يكون 24 من خلال الضحك لأنه بترك الأب بمسك الببجي وبمسك التلفون وبقعد 24 ساعة وبكملها بعدين مباريات دولية دولية، فالأولاد والأطفال يعني بكونوا في حالة ثانية من الدنيا، فأحنا نقدم لهم رسالة وتوعية وتربوية إنه يعني أنتوا كيف تتعاملوا مع هاي الأجهزة وكيف تتعاملوا مع هاي البرامج بطريقة طبعاً زي ما قلت لك كوميدية وترفيهية وأغاني توصلهم بكل سلاسة وبساطة. أها. مين المشاركين معك من الفنانين الأردنيين؟ أنا عندي هلا تقريباً فنان الأستاذ نضال بتيري، وعندي الفنانة سهير عودة، وعندي الفنانة فداء أبو حماد. أكيد بنوجه لها تحية كمان، هي صديقة عزيزة جداً. وزميل الفنان معتز أبو الغنم. اها معتز برضه زميلنا وشاركنا معاه بعدة مسلسلات. وفي معنا شاب جديد يعني من الشباب المجتهدين بالوسط الفني وحابين يكونوا على الساحة، بندر مخامرة. أنا الحلو يعني إنه أنت بتاخذ بترشح وجوه جديدة، خلينا نحكي عن الوجوه الجديدة هلا. يعني حكي بيجيب حكي وأسئلة وبطرح أسئلة كمان يعني بحط أسئلة. وجوه جديدة كتير حابة تكون وتصير السوشيال ميديا، طلع وجوه كتير ما حدا قدر يحطهم بس للأسف صاروا يختاروا خصوصا بالدراما حاليا من السوشيال ميديا انه يمثلوا. يا عم الفنان له أدوات وله بالضبط. يعني هلأ هاي الموضوع اللي انا بدي احكي فيه، مش اي حدا بيقدر يكون ممثل 100%، حتى لو كان عنده الشغف والحب بده يتابع ويطور حاله بالضبط. وجود وجوه جديدة كيف بيتم اختيارها؟ يعني شوف هو التمثيل بالذات يعني عندك أدوات وعندك أسس وعندك قواعد، بدك تكون أنت يعني والهواية هي درجة أولى، أنت تكون عندك الموهبة طبعا، وبعدين بتطور أدواتك بالفن والتمثيل والمسرح. فالسوشيال ميديا هي معتمدة على الكاميرا وعلى اللايف وملايف، يعني أنت ما تقليد حتى بالضبط تقليد، أنت ما بتشوف أساس القواعد التمثيلية الصح اللي احنا بنعملها بإحساسك الداخلي وبأدواتك اللي بتستخدمها عشان تتقدم الحس يطلع من قلبك يوصل للقلب. والفن والتمثيل إذا ما طلع من القلب ما بوصل للقلب صحيح. فهم يعني السوشيال ميديا هي في منها إيجابي وفي منها سلبي، يعني الإيجابي إنه في شغلات برامج وفي نهفات كوميدية بسيطة بالضبط، السوشيال يعني ميديا أنك تتسلى توصل لإشي بسيط، وفي منها مزعجة بس للأسف بتم اختيارهم. أستاذ محمد هلأ أنت كاسم فنان معروف، في أسماء فنانين معروفين، إحنا مش ضد اختيار وجوه جديدة في الوسط الفني بالزبط. أبداً مش ضد هذا الموضوع، بالعكس إحنا بنشجع ومواهب موجودة ومتعددة لكن كمواهب متمكنة بالزبط. لكن اللي عم بيصير للأسف نعم. يعني مين المسؤول بدخول هدول الشخصيات اللي على السوشيال ميديا اللي شفناهم برمضان وللأسف فشلوا فشل ذريع، أنا مش بحكي على أشخاص أنا بحكي كعمل بالضبط كعمل فشل ما حدا تابعه وصار عليه انتقادات كتير، يعني هاي بدها تكون ترجع في يعني إدارة عليا أو مسؤولين أو شيء من الدولة يتابعوا هاي أو الجهات المختصة العمل الفني والإنتاج الفني يتابعوا هاي البرامج أو هاي السوشيال ميديا. ما هي المشكلة إحنا ما هم بيعرضوا هاي ما هي المشكلة إحنا المشكلة هم بيعرضوا هاي البرامج وما فيش متابعة، لازم يكون في متابعة من جهات يعني متخصصة منها وزارة الثقافة أكيد طبعا أكيد التلفزيون، يعني في كثير جهات يعني مختصة أنا تتابع هاي الأمور وتحطها تحت الأمر الواقع، يعني ما تخليهم يشتغلوا على هيك يقولوا على روسهم، هذا شيء غلط وفي شيء يعني مضر، وفي ناس يعني مش من بيتنا ومش من عاداتنا وتقاليدنا. عرفت انا جوهريه حكيتها
بالضبط. لانه بيطلع شغلات احنا مش متعودين عليها. بالضبط. نعم. فهاي في جهات يعني في شركات في شبكات أكيد. بتتابع هاي الامور، يعني بتمنى انه يكون في جهه مختصه تحصل هاي الاعمال او تتابعهم وتقدم شيء افضل للمشاهد الاردني والعربي. ان شاء الله يا رب. رسالة بتوجهها لكل اللي عم بتابعنا هلأ، وخصوصا عندك أعمال هلأ مشان يتابعوك برضو. الله يخليك. يعني أنا بوجه تحية لكل المشاهدين في الوطن العربي والأردني، يعني هم رأس مالنا زي ما بيقولوا، المشاهد هو رأس مالنا احنا لولاهم ما بنقدم المال. بوجه لهم كل التحية وإلكوا كل التحية والتقدير والاحترام على برنامجكم المميز سوشو. أيوة سوشو جميل جدا على شبكة منصات، وإن شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. يا رب. آمين آمين. كل الاحترام. أنا جدا سعيدة بوجودك معنا، وأكيد إحنا متابعين أعمالك، وكمان مشاهدينا ضروري جدا تدخلوا على صفحة الفنان محمد سميرات حتى تتابعوا كل المهرجانات الجديدة وتتواجدوا محل ما بيكون سواء بعمان أو خارج عمان كمحافظات، وتستمتعوا بالعروض اللي راح يقدمها. وما رح أنسى كمان أقول لكم تابعوا كمسلسلات، لأنه كممثل رائع جدا، ولو أنه مش رائع ما بيستحق يكون في برنامج سوشو. بنشوفكم على خير في حلقة جديدة.